طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع مستر محمد علي هدي. برضو النهاردة هنكمل في سلسلة شرح مسرحية كينج لير لويليام شكسبير. المرة اللي فاتت شرحنا أكت 1 الفصل الأولاني، سين 1 المشهد الأولاني. النهاردة هنكمل برضو تكملة سين 1 وهناخد سين 2 اللي هما تبع شابتر تبع يونت 2. احنا طبعا عارفين إن المسرحية هتجي في الامتحان ككلمات، يعني هو بيركز على الكلمات بيجيبها في الاختياري عادي خالص زي ما وضحت في شابتر 1. الناس تركز جدا، وزي ما اتفقنا قلنا ان انا لما بقرا النص الاصلي، يعني النص الاصلي لازم تقراه كويس، لان لما بقرا النص بيفرق جدا معايا ان انا بفهم الكلمات اساسا فاعرف اجاوب في الامتحان ان شاء الله باذن الله. اخر حاجه وصلنا لها في اسمه ده في اكت 1 سين 1، كنا وصلنا لحد ما قلنا انه الملك لير كان غضب على بنت كورديليا، قلنا انه خلاص طردها واللي اتجوزها هو ملك فرنسا، وقلنا خلاص قال لها تعالي معايا وانت هتكوني هناك الملكه او هتكوني هناك يعني معززه مكرمه يعني، وبقى قال انا مش عايز اشوفك تاني، وانتهى الموضوع على كده في المره الاولانيه او في يونت 1. النهارده بقى يا مستر هنكمل. قال لي ان كينج ليرز بالاس، بالاس يعني قصر، بالاس يعني قصر، لكن لو شلت حرف الايه ده بقت بليس، بليس يعني مكان، يبقى بالاس قصر بي اي ال اي، لكن بي ال على طول بليس بي ال اي سي اي ده اللي هو المكان، يبقى بالاس قصر، في قصر الملك لير. فرانس الملك بتاع فرنسا بيقول كورديليا يا كورديليا اتس تايم، اتس تايم يعني حان الوقت، اتس تايم تو ليف، حان الوقت ان انا اغادر يور كانتري. طب اتس تايم دي يا مستر لو جه بعدها جه تو المصدر اهو، خلي بالك يبقى اتس تايم تو المصدر. طب يبقى ممتاز، ممتاز اللي يقول لي اتس تايم لو جه بعديها جمله، يعني لو جه بعدها فاعل وفعل تكون في زمن ايه بالظبط، واشوف مين فيكم اللي يعرفها ويكتبها لي في التعليقات. اتس تايم تو ليف، قال يا مستر حان الوقت ان انت تغادر يور كانتري، دولتك ناو الان. سي جود باي، قولي مع السلامه تو يور سيسترز لاخواتك، يعني خلاص قولي لهم بقى مع السلامه، انت بقى خلاص هتسيبي بلدكم دلوقتي، يلا بقى معايا يعني قولي لاخواتك مع السلامه. كورديليا بتقول لهم جونرال اند ريجن، يا اخواتي يا جونرال وريجن، اي ام ساد تو ليف يو بوث، انا حزينه ساد حزينه، تو ليف ان انا اغادر يو بوث يعني كلاكما. ماي هارت يعني قلبي از بروكن، بريك هارت يا جماعه يعني يحطم القلب اللي هو يحزن يملأه بالاسى. ماي هارت از بروكن، قلبي مكسور. بي جود تو، جود تو يعني عطوف على، بتساوي كايند على فكره، لكن جود لو انا عايز اقول جيد في اسمها جود ات، لكن جود تو حسن التعامل معه. قال لها قالت بتقول لهم بي جود تو، خليكم حسن التعامل مع اور فاذر، يعني خليكم عطوفين على بابا، خليكم حسنين التعامل معه. If he still loved me، لو ما زال بيحبني، I would take good care of him. Take care of، take care of، take care of يعني اعتني به. يعني هو لو كان لسه بيحبني والله كنت قعدت اعتنيت بيه وما كانش يفرق معايا حاجة خالص. Please لو سمحت look after، look after يعني اعتني به، look after يعتني به، أمال look for يبحث عنه، و look at ينظر إلى. Look after him، واللي اعتنوا بيه كويس. جونري قالت لها don't tell us what to do كورديليا، بتقول لها ما تقول انت، مش انت اللي هتقولي لنا نعمل ايه يا كورديليا. ريجان يس، طبعا انا موافقك في الراي يا جنرال. جو تو يور هازباند، يلا روح عند جوزك. هازباند يعني زوج، هازباند زوج، امال زوجه يعني وايف، يبقى هازباند زوج. بتقول لها روح عند زوجك. يو هاف فيل، فيل 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 يعني يفشل او يرسب، الاسم منها فيلور، فيلور اللي هو الفشل. يو هاف فيلد، انت فشلتي تو دو وات يور فاذر اسكد يو تو دو، انت لا تنصحينا، ده انت فشلتي تعملي اللي ابوكي طلبه منك ان انت تعملي. Now you have got what you deserve، بقى اهم كلمه deserve، deserve يعني يستحق. قالت لها انت خلاص يعني حصل لك اللي انت تستحقيه، انت يعني تستحقي الطرد فعشان كده طردتي، ف deserve يعني يستحق. كورديليا قالت لهم I don't know what you are planning، انا صراحه كلامكم ده قلقني، انا مش عارفه انتوا بتخططوا في ايه، بلان يعني يخطط، سيسترز يا اخواتي. But remember، remember يعني تذكر، remember تذكر، لكن remind يذكر، يبقى remember انا بفتكر، remind حد بيفكرني، عكس remember forget. Everyone discovers، كل واحد بيكتشف the truth، truth يعني الصدق او الحقيقه in the end، in the end، قلنا اسمها in the end لكن at the end of، يبقى in the end لكن at the end of ثم اسم. فبقول بتقول ان كل الناس بتكتشف الحقيقه في النهايه، جود باي مع السلامه. يعني في ايه بتقول لهم كده، مثل كان ضمن الحاجات اللي رسخها شكسبير وقال لك ايه، تستطيع ان تكذب على الناس بعض الوقت ولكن لا تستطيع ان تكذب طوال الوقت، يعني كده كده الكذاب هيجي يوم وهيكشف. فهو نفس الموضوع بالظبط، قالت كده كده الناس هتعرف الحقيقه في النهايه. فرانس ملك فرنسا قال لها كم وذ مي ماي دير كولديريا،
الكورديليا. تعالي معايا يا ماي دير، دير يعني عزيزي او عزيزتي، تعالي معايا يا عزيزتي كورديليا. The king of France and Cordelia leave. فخدها بقى وهما الاتنين ليف، ليف يعني يغادر. جونريل بتقول لها سيستر ريجان، اختي يا ريجان، وي ماست توك، احنا لازم نتكلم. اي ثينك اور فاذر، انا بعتقد ان والدنا ويل ليف هير تونايت، انا بعتقد ان والدنا هيغادر هنا النهارده، انا هيسيب لنا القصر النهارده. ريجان قالت لها اي ام شور، انا متاكد هي ويل، اه ان هو هيعمل كده. اند هي ويل ليف وذ يو، وهيغادر معاك، يعني بتقول لها هو بابا النهارده هيسيب القصر هنا وهيروح معاك يا جونريل، هيعيش في القصر بتاعكم. نيكست مانث، الشهر الجاي، هي ويل ستي وذ ماي هازباند كورن وول اند اي، والشهر الجاي هيجي يعيش معانا، يعني هم مقسمينها شهر وشهر، كل شهر يعيشوا مع واحده من الاثنين. فبتقول لها انت عشان انت كبيره فهو هيروح عندك الشهر الاولاني، والشهر الجاي هيجي يعيش معايا انا وزوجي كورن وول. جونريل قالت لها اور فاذر اولويز لافد كورديليا، قالت لها بس بابا طول عمره هو بيحب كورديليا. ذا موست يعني الاكثر. اند ا بور ديسيجن، يعني هنا بور جايه بمعنى فقير، بس هنا طبعا جايه بمعنى سيء. بور ديسيجن يعني قرار سيء، هاز ميد هيم، جعله سند هير اواي، سند اواي يعني يطرد او ينفي او يبعد. قرار غبي منه او قرار سيء منه هو اللي خلاه يبعدها او يطردها او ينفيها. اهم حاجه بالنسبه لي كلمه ميك لو جه بعديها مفعول لازم مصدر، ميك لو جه بعديها مفعول لازم مصدر. He is becoming a little mad in his old age. شوف ريجان بتقول ده هو بدأ يصبح a little يعني قليلا mad يعني مجنون. In his old age يعني في سنه الكبير او لما كبر في السن. يعني شوف اللي كانت لسه من شويه بتقول له في بدايه المشهد بتقول له ده انا بحبك اكتر من اي حد تاني، دلوقتي بتقول على ابوها مجنون قليلا في عمره الكبير او في سنه، بتقول ده خلاص باين عليه كبر وخرف زي ما احنا بنقول كده بالعاميه. جونر اللي بترد عليها تلاقيها even when he was younger and healthy، يعني شوف قله الادب، بدل مثلا ما الكبيره تقول لها عيب ده ابوكي ولا بتاع، لا بتقول لها ده مش بس هو لما كبر، لا ده حتى وايفن يعني حتى when he was younger، ده حتى لما كان صغير هو مجنون and healthy، وحتى لما كان بصحه، يعني هو اصلا طول عمره هو عبيط. شوف الكلام اللي بيقولوه على ابوهم. He was a difficult man، difficult يعني صعب، وطول عمره هو انسان صعب، طول عمره هو قرفنا وتعبنا. So we must be prepared، prepare يا جماعه يعني يستعد او يجهز، عشان كده احنا لازم نجهز له. فور بريبير، فور بريبير، فور بريبير، فور يستعد ليه او يجهز ليه. وات ال هيلث اند اولد ايج ويل برينج، فلازم نكون مستعدين بقى للي هيجيبه لنا ال هيلث، يعني الصحه الضعيفه دي او المريضه، اند اولد ايج وكبر السن، ويل برينج، برينج يعني يحضر او يجي، يعني بتقول احنا لازم نبقى مستعدين بقى للي هنشوفه من القرف بتاعه، يعني ان هو بقى صحيا هيبقى قرفنا وكمان كبر سنه بقى والحاجات بتاعته دي وهيقعد يخرف وهنتعب معاه، اللي كانوا لسه من شويه الاثنين عمالين يقولوا احنا ما بنحبش حد قدك. ريجان قالت لها هي ووز انجري، هو غضبان. وين هي سنت كنت اوي، سند اوي برضه قلنا من شويه يعني يطرد او ينفي او يبعد. لما طرد كنت توداي، لو كنت ده قلنا كان واحد من اعز اصحابه. هي ويل بروبابلي بي انجري مور اوفن ان ذا فيوتشر، بدا يتعصب جامد وبدا انه اي حاجه بقت بتعصبه فممكن يتعصب اكتر في المستقبل. فجونر قالت لها ليتس، هيا بنا سيت توجذر، سيت يعني نجلس بالاي، توجذر اند توك، يلا نقعد دلوقتي ونقعد نتكلم نشوف احنا هنعمل ايه. اف اور فاذر ستيل هاز سام باور، بتقول لها طول ما بابا معاه سام باور يعني بعض القوه، باور يعني قوه او سلطه. هيز انجر، انجر يعني غضب اللي جاي منها انجري غضبان، يبقى انجر ده الاسم. هيز انجر ويل بيكم ا بروبلم فور اس، طول ما هو عنده بعض السلطه هيفضل غضبه مشكلة بالنسبة لنا، يعني هو طول ما عنده سلطة معناها انه غضبه يبقى ليه ثمن، يعني على سبيل المثال طول ما الانسان عنده قوة عنده سلطة زي ما بقول كده عليه ظهر بيبقى قادر يتكلم وهو عارف انه يقدر ينفذ او يقدر يعمل، لكن هو فبتقول بقى بابا طول ما هو عنده السلطة دي هيبقى بالنسبة لنا مشكلة، لانه هيبقى طول عمره احنا خايفين منه انه ممكن يعمل قصادنا حاجة. رجعت لها يو ار رايت، معاك حق. ليتس ثينك، يلا نفكر اباوت وات وي كان دو، يبقى يلا نفكر نشوف احنا هنعمل فيه ايه عشان خاطر ما يقدرش يعمل فينا احنا حاجه. جونر قالت لها وي ماست دو سمثينج، لازم نعمل حاجه اند كويكلي، ولازم ناخد الامور بسرعه كمان احسن يكتشف الحقيقه بسرعه. اكت 1 سين 2، دلوقتي بقى دخلنا في المشهد الثاني. ات ذا ديوك اوف جلوشسترز كاسل، كاسل يا جماعه يعني قلعه، بتنطق كاسل مش كاستل، كاسل يعني قلعه. قال لي في القلعه بتاع الدوق بتاع جلوشستر. ادموند انترز ويز ا ليتر، ليتر يعني خطاب.
احنا اتفقنا قلنا والله انه الراجل ده اللي هو الدوق بتاع جلوشستر ده مخلف 2 صبيان، ادموند وادجر. ادموند ده الصغير وادجر الكبير. فادموند داخل بخطاب، ادموند بيقول بقى ماي فاذر جلوشستر، ابويا جلوشستر سيز، بيقول ذات هيز فيرست سون، انه ابنه الاول اللي هو ابنه الكبير يعني اللي هو ادجر، ويل جيت هيز لاند، هيحصل على الارض، وين هي دايز، داي يعني يموت. بيقول والله انه ادموند بيقول ان بابا بيقول انه ادجر بس هو اللي هيحصل على الارض لما يموت. But why should I not have my inheritance؟ inheritance يعني ميراث او ارث. Just because I am 12 or 14 months younger than my brother. بقى كل ذنبي ان انا ما اخدش ميراثي. inheritance يعني ميراث، مهمه جدا. inheritance inherit بس يعني يرث. كل ذنبي ان انا ما اخدش ميراثي بس لاني 12 او 14 شهر اصغر من اخويا، يعني عشان اصغر منه ب 12 14 شهر ما اخدش ميراث. انه طبعا في اوروبا في العصور الوسطى ما كانش بيرث غير اكبر ذكر بس، عشان خاطر يحافظوا على الاقطاعيات، لانه كان بيبقى اقطاعات كبيره جدا، فكانش يحافظوا عليه، ما كانش بيرث غير اكبر ذكر بس، فاكبر عيل بس هو اللي بيرث والباقي كله ما بيرث. فكان بيقول طب انا ذنبي ايه ان انا ما ارثش عشان خاطر انا اصغر من اخويا ب 12 او 14 شهر؟ Is it just because I am the second son؟ كل ده بس عشان خاطر انا الابن الثاني؟ I am just as strong and kind as my brother. طب انا سترونج قوي وكايند يعني عطوف زي اخوه، يعني ما فيش فرق ما بيني وما بينه. And as clever too، كمان زيه في الشطاره. كليفر يعني شاطر او ماهر، وتو بتجي في اخر الجمله المثبته بمعنى ايضا. Well حسنا elder brother، حسن بقى يا اخويا الكبير يا ادجر. I will have your land، انا هاخد بقى ارضك. Our father loves me، ابويا بيحبني. His younger son، لان انا ابنه الصغير. As much as he loves you، زي ما بيحبك بالظبط. And I have a letter here، وانا هنا معايا letter. letter بالاي يعني خطاب، طب لو بالاي يعني قمامة. انا معايا هنا خطاب. if this letter succeeds، الخطاب ده لو succeed، succeed يعني ينجح، الاسم منها success النجاح، وsuccessful ناجح. طب success اسمه ده successor، successor يا جماعة يعني خليفة او وريث. succeed لو الخطاب ده نجح، then بعد ذلك Edmund the younger son، انا معايا خطاب، والخطاب ده لو نجح، خطته لو نجحت، ادموند ذا يانجر سان، ادموند ده بقى اللي هو الواد الصغير ده، ويل بيت ذا اولدر سان ادجر. بيت يعني يهزم او يتغلب على او يفوز على. قال بقى الخطاب ده لو نجح، ادموند ادجر بقى اللي هو الصغير ده هيفوز على ادموند، على ادجر عفوا، ادموند الصغير ده هيفوز على ادجر الكبير. جلوشستر انترز، طبعا الكلام ده كله كان بيقوله لنفسه. جلوشستر انترز، جلوشستر دخل، هو ابو ادموند. جلوشستر، ادموند، يا ابني يا ادموند، وماي سن، ابني عزيزي. هاف يو هيرد، انت سمعت؟ ذا كينج هاز سنت كنت اوي، ده انا سمعت ان بيقولوا الملك سند كنت اوي يعني طرد كنت، نفى كنت. اند ذا كينج اوف فرانس، وملك فرنسا هاز ليفت وذ كورديليا، وملك فرنسا كمان غادر مع كورديليا. اند ذا كينج هاز ليفت ذا بالاس تو نايت، وان الملك كمان ساب القصر الليله. وذاوت هيز باورز، باورز يا جماعة قلنا يعني سلطة أو قوة، بدون سلطات، يعني معناها خلاص الملك تنازل عن كل سلطاته اللي بينتهي الاثنين. This has all happened so quickly، بيقول الحاجات دي كلها حصلت بسرعة جدا، يعني حاجات سريعة قوي، تطورات رهيبة حصلت في وقت قليل. جلوشستر نوتس، نوتس يعني يلاحظ. ادموند هايدنج ذا ليتر، لاحظ ان ادموند بيحاول هايد يعني يخفي، ذا ليتر يعني الخطاب، يعني ادموند بيعمل نفسه انه بيخبي الخطاب يعني. What are you doing Edmund؟ فالاب طبيعي انت لما تلاقي اللي قدامك مثلا كان ناسك حاجه وبعد كده بيحاول يخبيها، فطبيعي هتصير فضولك. قال له انت بتعمل ايه Edmund؟ فقال له nothing father، لا ما بعملش حاجه يا بابا. ده طبعا هيصير فضوله اكتر. جلوشستر، why are you trying to hide the letter؟ هو انت ليه بتحاول تخفي مني الخطاب؟ What is in it؟ هو ايه اللي فيه بالظبط؟ قال له nothing sir، ولا حاجه. ما انت عايز تصير فضول اللي قدامك، وري له حاجه وحاول واعمله لنفسك انك بتخبيها، ولما يسالك عنه قول له لا ما فيش حاجه خالص، هيقول لك لا انا لازم اعرف. فهي بيصير فضوله اكتر بس بذكاء قوي. جلوشستر قال له then why did you hide it in your pocket؟ بوكيت يا جماعه يعني جيب او كيس. قال له طب انت ليه بتخبيها في your pocket؟ لا ده هي ما فيهاش حاجه، انت ليه بتخبيها اول ما انا دخلت؟ let me يعني دعني see it، طبعا let مفعول مصدر، let مفعول مصدر يعني دعني ارى، لا انا لازم اشوفه. ادموند قال له please لو سمحت forgive me، forgive يا جماعه يعني يسامح او يعفو عني. قال له لو سمحت سامحني father، يا اب يا بابا. It's a letter from my brother Edgar، ده خطاب جاي لي من اخويا ادجر. That I haven't finished reading yet، لسه ما كملتش قراءته لحد الان.
But I don't think you should read it. بس انا لا اعتقد ان انت المفروض تقرا. يعني معلش ده خطاب من اخويا لسه ما خلصتش قراءته، ومعلش انت بالذات ما ينفعش تقرا. شوف بقى انت تخيل لما تقول لواحد انت بالذات ما ينفعش تقرا، لان انا بقى لازم اعرف هو قال لي فيه بالظبط. لكن هو قال لي خطاب من اخويا خلاص ممكن الموضوع كان يعدي. قال له لا بس انت ما ينفعش تقرا. جروشستر قال له ليت مي سي ذات، خلينا اشوف الخطاب ده. ادموند قال له اوكي بات اي هوب هي اونلي رود ذس تو تيست مي. قال له والله ماشي انا هديهولك، بس والله عن نفسي بتمنى ان اخويا يكون كاتب الكلام ده تو تيست مي. تيست بتجي بمعنى اختبار وبتجي بمعنى يختبر، عشان يختبرني. اند ماي لوياليتي، لوياليتي يعني وفاء او اخلاص، يكون بيختبرني وبيختبر اخلاصي تو ماي فاميلي لاسرتي او لعائلتي. جلوشستر ريدز ذا ليتر، بدا بقى يقرا الخطاب. ايه بقى اللي مكتوب في الخطاب؟ وين وي ريسبكت، ريسبكت يعني يحترم، ريسبكت يعني يحترم واحترام. عندما نحترم اولدر بيبل كبار السن تو ماتش يعني زياده عن اللازم، طبعا تو يعني كثير جدا بس جدا زياده عن اللازم يعني. لما بنحترم الكبار زياده عن اللازم ات ميكس ات هارد، بيجعل الموضوع صعب فور ذا يونج للصغيرين تو ليف ويل، ان هم يعيشوا بشكل كويس. يعني قال والله احنا لما بندي للناس يعني اكبر من قدرهم الكبار دول بالذات بنبص لقينا احنا الصغيرين مش عارفين نعيش. اور بيرنتس والدينا كيب اور ماني، بيحتفظ بفلوسنا فروم اس منا انتل وي ار تو اولد تو انجوي ات، لحد ما نكون كبار جدا في السن عشان نعرف انجوي يعني نستمتع بيها. يعني هنا عايز يقول ان احنا والدينا طول ما هم عايشين احنا مش عارفين نستمتع بالفلوس، هم حافظين الفلوس وكل الفلوس باسمائهم وكل حاجه باسمهم، واحنا مش عارفين نتمتع بفلوسنا طول ما هم عايشين. فنستمتع بيها امتى بقى؟ لما نكون احنا خلاص كبرنا في السن، لما يكون هم ماتوا يكون احنا كبرنا في السن. اولدر بيبل اونلي هاف باور، قالوا الكبار بس هم اللي عندهم باور يعني سلطه. بيكوز وي جيف ات تو ذيم، يعني هم ما عندهمش السلطه دي الا بسبب ان احنا اللي عطناها لهم، يعني احنا هم بيتحاموا بينا، هم احنا اللي بندافع عنهم. كم اند سي مي، بيقول له تعالى شوفني. سو ذات لكي وي كان ديسكاس، ديسكاس يعني نناقش ذس، نناقش ذلك. اف اور فاذر وردت، قال لو كان ابونا ميت، ديد يعني ميت لكن الاسم منها الدث اللي هو الموت، ضاي يعني يموت، ديدلي دي يا جماعه صفه بمعنى مميت، خلي بالك مش حال، ديدلي مميت. فاقول على التعبان ديد واقول عليه ديدلي، ديد لو كان التعبان ميت لكن ديدلي مميت قرصته بتنوت. فبقول له ابويا بس لو يموت يو كود انجوي هاف هيز انكم، انا هخليك انجوي تستمتع به هاف يعني نص، هيز انكم، انكم يعني دخل او ايراد، هخليك تاخد نص الايرادات. اند بي لافد باي يور براذر ادجار، وساعتها هتكون حبيب اخوك ادجار. يعني معناها بيقول له ساعدني ان احنا نخلي ابوك ده يموت عشان خاطر نستمتع بالفلوس بتاعته، وساعتها انا هديك نص الايرادات وكمان هتنول حب اخوك ادجار. Did my son Edgar write this letter؟ الراجل هيتجنن. جلوشستر بيقول له ابني ادجار كتب هذا الخطاب؟ When did you receive this؟ قال له انت جالك الخطاب ده من امتى؟ استلمته امتى؟ Who brought it؟ brought الماضي من bring يعني من؟ من اجلبه ليك؟ برينج برينج يعني يجلب او يحضر، مين اللي احضره لك؟ مين اللي جلبه لك؟ ادموند قال له ات وزنت بروت تو مي، ما فيش حد جابه لي سير يا سيدي، اي فاوند ات، انا لقيته. لان هو لو قال له على حد جابه لك هيبتدي الراجل ممكن يوصل للحد ده ويبتدي يعرف منه الحقيقه، فده بقى لازم يقطع كل الحبال اللي توصل الراجل ده للحقيقه. فقال له انا ما حدش جابه لي، ده انا لقيته، اي فاوند ات. It was thrown، through يا جماعة يعني يرمي أو يلقي. It was thrown يعني كان ملقى in through by bedroom window، ده حد رمهولي من الشباك بتاع my bedroom، bedroom يعني حجرة النوم، حد رمهولي في حجرة النوم في الشباك من الشباك بتاع حجرة نومي. جلوشستر بيقول له Are you sure the writing is your brother's؟ يا إدموند أنت متأكد إن الخط ده خط أخوك؟ خط إدجار؟ ادموند قال له يس ات از هيز هاند رايتنج، اه ده انا متاكد ان ده خط هاند رايتنج يعني خط الايد. فاذر يا بابا. جلوشستر قال له هاز هي ايفر توك تو، توك تو يعني يتحدث الى، لكن توك ابوت يتحدث عن، هل عمره اتكلم معاك اباوت ذيس بيفور، هل عمره اتكلم معاك عن الكلام ده قبل كده؟ يعني عمره مثلا فتحك في موضوع ان هو عايز يخلص مني عشان خاطر يورثني بسرعه؟ ادموند قال له نو نيفر، لا طبعا. But I have often heard him say that when a son becomes an adult، إن الإبن لما بيصبح adult يعني بالغ، he should be given some of his father's income، إن المفروض ياخد بعض
من قلنا انكم يعني دخل او ايرادات ابوه، لانه طبعا لو قال له اه انا سمعته بتاع يقول له طب انت ازاي ما قلتليش كده، معناه انت كنت بتفكر ولا حاجه ان انت تخوني. لكن ده كان ذكي جدا ادموند، قال له لا 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 ما عمره ما اتكلم معايا، بس انا صراحه سمعته قبل كده كان بيتكلم ان المفروض الواحد لما يكون بالغ ان ابوه يديله جزء من الايرادات، يبتدي يخليه ينغنغه كده من هو لسه صغير، يخليه يستمتع بالفلوس وهو لسه شاب. جلوشستر قال له او وات اكرول، كرول كرول يعني قاسي، كرول يا جماعه نقاسي، الاسم منها كرولتي، كرولتي حط لها تي واي، كرولتي يعني قسوه. وات اكرول سن، يا له من ابن قاسي، قال ابن المتوحش ده. جو اند فايند هيم ادموند، روح بسرعه هاتهولي يا ادموند. وير از هي، اين هو؟ ادموند طبعا قال له اي دون نو، انا لا اعرف، ما اعرفش يا فاذر، يا ابي بليز لو سمحت دونت بي انجري وذ ماي براذر، انجري وذ، انجري وذ، انجري وذ، غضبان من شخص، لكن انجري اباوت، غضبان على شيء. قال له والله انا بالله عليك ما تغضبش منه، ليتس فايند اوت، فايند اوت يعني نكتشف. وات هي مين؟ لا لا والله اكيد ما يقصدش، احنا خلينا نكتشف هو يقصد ايه او يعني مين، يعني يعني. Then you can decide، وساعتها يا عم قرر what to do، ماذا تفعل. I am sure، انا متاكد he wrote this، انه كتب هذا to test my love، عشان يختبر حبي and loyalty، ووفائي to you، يبقى loyalty to، وفائي ليك. And for nothing more dangerous، ومش لاي سبب dangerous خطير than that، يعني هو ما كتبش الحاجات دي غير بس عشان يختبرني ويختبر حبي ووفائي ليك. جلوشستر بيقول له do you really think so، انت بجد يعني شايف كده؟ ادموند قال له yes، اه listen I have a plan، انا عندي خطة. والواد ده بدأ يخاف ان ابوه يصدق الكلام ويبتدي ايه يعني يقول ان الواد غلبان، والواد مثلا الخطاب ده يعني يكون بس مجال من اجل ان هو يختبره، فلازم يرجع تاني يخليه يشك من جديد. قال له بص عندي خطة، بلان يعني خطة. I will hide you، انا هخليك hide يعني يختبئ او يستخبى، somewhere في مكان ما tonight، بص انا هخليك تستخبى في مكان ما الليلة. I will discuss it، discuss يعني يناقش، وانا ناقش الموضوع ده with my brother مع اخويا، and you can listen to، listen to يستمع الى our conversation، وانا هخليك تسمع ل our conversation، conversation يعني محادثة. طب لو خليت الاس الاول، لو قال conservation، conservation انا عكست الاس مع الفي، conservation يعني المحافظة، المحافظة على البيئة. قال له بص انا هخليك تستخبى وهخليك تسمع الحوار اللي ما بينه وما بينه الليلة، يعني مش دلوقتي لا الليلة، عشان يكون هو المعلم ظبط الامور بالنسبه له. Then you will know what he really thinks، وساعتها انت تعرف what، ماذا he really يعني حقا think، ساعتها تعرف انت تسمع بودانك هو بيفكر في ايه بالظبط. جلوشستر قال له my son can't be so cruel to a father who loves him so much. جلوشستر بدا بقى ايه يقول لا بس انا عارف ابني، ابني عمره ما يكون كرول، ما يكون قاسي، ما يكون بالقسوه دي مع الاب اللي بيحبه جدا. ادموند يا ادموند فايند ادجار اند ميك هيم توك، يا ادجار يا ادموند انا عايزك تلاقي لي ادجار وتخليه يتكلم تو يو، يتكلم معاك. اهم حاجه بالنسبه لي اسمها ميك مفعول مصدر، ميك مفعول مصدر يا جماعه مش تو المصدر، يبقى ميك هيم توك، مش تو توك ولا توكينج ولا توك، لا توك بس مصدر، خليه يتكلم معاك. I want to know the truth، انا عايز اعرف التروث، تروث يعني الحقيقه او الصدق. ادموند قال له I will go and find him immediately، قال له خلاص سيب، سيب الموضوع عليا وانا هروح الاقيه immediately يعني في الحال او فورا. جلوشستر قال له find him، لاقيه يا ادموند، and be careful، وخليك يا ابني careful يعني حريص، careful حريص عكسها careless مهمل. تو هيم سيلف، وبدا بقى جلوشستر يكلم نفسه. What is happening؟ بيقول لنفسه ايه اللي بيحصل بالظبط؟ I can't believe، believe يعني اعتقد او يؤمن او يصدق، انا مش مصدق that Kent has been sent away، انا لحد دلوقتي مش مصدق ان كنت اللي كان واحد من اقرب المقربين للملك اتنفى واتطرد. هي از ان اونست مان، ده كان انسان اونست يعني امين، ده واحد كان من اكتر الناس المخلصين، ازاي الملك يطرده؟ اتس اول تو سترينج، اللي بيحصل النهارده دي كلها حاجات سترينج، سترينج يعني غريب، حاجات كلها غريبه. جلوشستر اكزيت، اكزيت يا جماعه يعني يخرج او مخرج، لو كان لو حطيت اس قبل التي اكزيست يعني يوجد او يتواجد، يبقى اكزيت يخرج ومخرج. ادجار انترز يعني جلوشستر طلع وادجار دخل. ادموند بيقول له اه ادجار حبيبي يا ادجار، ذير يو ار، انت الحمد لله لقيتك اهو موجود، هاو ار يو، عامل ايه، وين ديد يو لاست سي اور فاذر. شوف الخبص اللي في جوه ادموند، قال له انت اخر مره شفت بابا فين، شفت بابا امتى، لانه كان خايف احسن مثلا يكون ده طلع وقابله في البره ويكون اتكلموا مع بعض. فقول له انت اخر مره شفت بابا امتى، قال له I am well، الحمد لله انا كويس يا ادموند.
I saw my father last night. آخر مرة شفت فيها بابا كانت last night يعني الليلة اللي فات. And did you talk to him? Talk to يعني تحدث إليه. طب أنت اتكلمت معاه؟ قال له yes. أه اتكلمت معاه. We spent 2 hours together. ده إحنا قعدنا ساعتين من السهرة. إدموند بيقول له did you see anything unkind to him? هو أنت قلت حاجة زعلته؟ قلت حاجة unkind يعني غير عطوفة؟ أنت قلت أدبك عليه؟ He is very angry with you. قال له ده غضبان منك قوي، ده كان لسه معاه من شوية ومتضايق منك على الآخر. At the moment في هذه اللحظة. Please don't go near him. لو سمحت بقى يا إدجر أنا مش عايزك تروح قريب منه خالص until he is less angry. أنا خايف عليك عشان أنت أخويا وحبيبي ومش عايزك تقرب منه خالص لحد ما أتأكد وأطمن إن هو ما بقاش متعصب منك ومتضايق منك. إدجر قال له ريلي بجد؟ Then somebody has lied about me. قال له احنا كنا لحد امبارح زي الفل مع بعض، يبقى كده معناه هو عمره ما هيكون زعلان مني قوي الا لو في حد لاي. لاي يعني يكذب. لاي يعني يكذب. قال له اكيد في حد كذب عني، اكيد في حد قال عليا كلام كذب ليه. ادموند قال له ذاتس وات اي ام وورد اباوت. ادموند قال له انا برضه انا كمان شاكك في الموضوع ده، اللي انا قلقان منه صراحه يكون في حد وقع ما بينك وما بينه. طبعا مين اللي وقع؟ هو ادموند، بس هو طبعا كذاب. قال له وورد اباوت ستي وذ مي، خليك قاعد معايا فور ناو، انا عايزك تفضل قاعد معايا دلوقتي. I will take you to see our father when he feels better. وانا يا عم هاخدك تشوفه لما احس ان هو اتحسن وبقى افضل. Here is my key. خد المفتاح يا عم بتاع اوضتي، روح اقعد هناك. Oh and if you go out. انا كويس اللي افتكرت الحمد لله. لو انت خرجت take your sword. عايزك تاخد معاك السيف. يعني انا جوه البيت، هو في واحد فيه مثلا حتى لو فارس بيبقى جوه البيت بيمشي بالسيف بتاعه؟ لا. لا قال له قال له بس بص انا عايزك وانت ماشي خلي معاك السيف، عشان خاطر كده بيدي زريع ان جلوشستر لو شاف ادجر يلاقي معاه السيف يفتكر انه ادجر ناوي على الشر. ادجر قال له ماي سورد سيفي بات واي، ليه انت يعني غريبه يعني انا بقى ماشي في البيت بالسيف ليه؟ قال له ذاتس ذا بيست ادفايس اي كان جيف يو، دي افضل نصيحه اقدر اديها، ما اقدرش اقول اكتر من كده. انا بقول لك اهو انا خايف عليك واعمل اللي بقول لك عليه، خلي السيف معاك على طول. بليز جو كويكلي، يلا بسرعه بسرعه يلا على الاوضه بتاعتي. ادجر اكزيت، قلنا اكزيت يعني يخرج. ادجر دخل، قصدي عفوا خرج. ادموند ماي براذر اند فاذر تراست مي، بدا بقى يكلم نفسه، ما هو دلوقتي اللي موجود على المسرح بس بيقول اخويا وابويا الاثنين تراست مي. تراست يا جماعه يعني يثق وثقه، تراست يثق وثقه. which makes them easy to deceive. قالوا ده خلى الموضوع سهل جدا بالنسبه لي ان انا deceive يعني اخدعهم، وكان سهل جدا عليا ان هم يتخدعوا. يبقى ديسيف يعني يخدع، ديسيف يخدع. قال الاثنين عشان بيثقوا فيها فسهل جدا ان انا اخدعهم، فطبيعي انت لما بتكون بتثق في حد بتصدق كلامه جامد. فعشان كده سهل جدا ان هو يخدعك، لو هو كان ما عندوش اصل هيخدعك سهل جدا بالنسبه له انه يخدعك. I need these two fools. انا عايز هؤلاء الحمقى. فول قلنا من الاسبوع اللي فات او من الشابتر اللي فات، قصدي عفوا من الاكت من المشهد اللي فات، ان هو فول يعني احمق. الفرق ما بينها وما بين فولش. فول احمق ده اسم، اقول هي از ا فول وجمعها فولز، لكن فولش دي صفه بمعنى احمق، صفه بس ما ينفعش تتجمع ولا تحط قبلها الايه ولا ان. اقول والله بيقول انا عايز هؤلاء الاثنين الحمقى تو ميك ماي بلان وورك، يخلوا خطتي تعمل او تشغلوا خطتي تنجح. يعني دلوقتي بيقول على اخوه وابوه الاثنين دول حمقى. اف اي كانت جيت سم لاند ان ذا كوركت واي، لدما انا مش هعرف احصل على بعض الارض بالطريقه الصحيحه، يعني لدما مش هقدر اخد حقي، مش هقدر اخد جزء من الارض بشكل قانوني وبشكل صحيح. I will have to be clever to get it. خلاص انا لازم اشغل دماغي واكون شاطر عشان خاطر احصل عليها. ادموند اكزيت، كده ادموند بيخرج وكده مستر المشهد الثاني بينتهي، وكده الجزء بتاع يونت 2 انتهى اللي مطلوب منا فيه في المسرحيه. لو انت استفدت حاجه نضغط لايك على الفيديو، لو عندك اي استفسار اكتبه في الكومنتس وانا ان شاء الله ارد لك عليه. واهم حاجه ان اسالكم الدعاء بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.